حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن أستاذة دلال، كيف تقرأين الزيادة الكبيرة في عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية 2022؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية يعني بشكل عام مستبشرين يعني خير بالنسبة يعني 561 مرشح للمجالس النيابية والبلدية بشكل عام. هذه من المؤشرات التي تبين ارتفاع نسبة المرشحين والإقبال على الترشح والتفاعل حقيقة الكبير. أيضا جدا أفرحنا أن نسبة مشاركة المرأة سواء في النيابة ب 83 امرأة و 24 مرشحة على مستوى المجالس البلدية، أيضا هي أعلى نسبة ترشح تسجل للمرأة من 2002. يعني صراحة هذا الأمر يأتي نتاج وجود برامج كانت موجهة للتدريب والتمكين الذي عمل عليه المجلس الأعلى للمرأة، وتيحت الفرص المتساوية أمام المرأة، تم توفير آليات التدريب وإكسابها المهارات، وبالتالي كان عامل محفز ومشجع أن هي تتقدم للترشح. شهدنا أيضا أن من قبل سنة تقريبا كان عدد من النساء أبدوا عزمهم للترشح، فاشتغلوا من هذا الجانب بحيث أنهم يستعدون لهذا اليوم في المشاركة. أيضا نرى أن المرشحات يعني يقلب عليهم الطابع يمكن المستقل، في بعض عندهم تحالفات، المستوى حقيقة العلمي والأكاديمي للمرشحات أيضا متقدم، التفاوت العمري في المتقدمات. هذه المؤشرات يعني جاءت نتاج عمل أيضا مؤسسي، عمل فردي من المرشحات نفسهم في الانخراط في برامج التدريب والتأهيل، وهي أيضا المجلس الأعلى للمرأة اشتغل على إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية والكتيبات التي تعين المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. أيضا يبقى نحن نقول أن أكيد كل دولة تطمح لارتفاع نسبة تواجد المرأة تحديدا في المجالس النيابية والبلدية كنوع من المشاركة في الشأن السياسي والأمور العامة، وهي مسألة مباشرة حق في الترشح تمارسها المرأة، وفي المقابل أيضا حق وحرية اختيار بالنسبة للناخب. المعيار إن شاء الله راح يكون هي التنافسية، الكفاءة والخبرة والمؤهل بالنسبة للأمور التي تقارن فيها مع أخيها المرشح من الرجال. مستوى نعم. مشرف، وإن شاء الله نشهد انتخابات كما اعتدنا نعم. منافسة شريفة بما يحقق إن شاء الله المستقبل وممارسة الأعمال سواء على المستوى النيابي أو البلدي. نعم، سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.